السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. والنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض ورشة جديدة، حاجة يعني أنا يعتبر نزلتها قبل كده مع اختلاف الموديل، حاجة بسيطة قوي قوي مختلفة في الموديل ده عن الموديل اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. مين مننا ما عندهاش بواقي خرز؟ شايفين بواقي خرز قد إيه؟ سمبوكسة على مربع على مدور، مط على شفاف، مقاسين، مقاس 8 ومقاس 10. اولا انا مش هدخل المقاسين مع بعض، انا هشتغل كل مقاس لوحده. طيب المربع، بما اني ما عنديش مربع كمالة له يبقى طبيعي انا مش هحطه في حاجة، في عندي بواقي مربع تاني. لما يطلع البواقي، لما تشتغلي اي حاجة انت بتشتغليها، لما تخلصي شغلك كله والبواقي الحاجات الصغيرة ديت الالوان يعني كل حاجة تبقى منها حبة صغيرة، جمعيهم كلهم مش مشكلة، حطيهم كلهم مع بعض في كيسة واحدة مقاسات كلها على بعض. وبعد كده انت لما بتيجي تشتغلي فضي كده قدامك. انا كل دول كل حاجه كنت حاطاها في كيس، حابه تحطي كله في كيسه مفيش مشكله، ولكن انا اي الالوان كده مهما كانت قليله كنت شايلها في كيسه لوحدها. وجيت في الاخر فضيتهم كلهم على بعض كده وقعدت اشوف، طيب يا جماعه هو احنا هنعمل ايه بواقي الخرز ديت؟ ما ينفعش ما نستغلهاش، هنعمل بيها ميداليات كتير جدا باذن الله. ميداليات هي المتاحه لان الكميات حاجات بسيطه والميداليه هي ابسط حاجه بتاخد. طيب هنشتغل ايه مع بعض؟ هشتغل دلوقتي اول حاجه يعني فيه، هنعمل قلب وهنعمل نجمه وهنعمل كوره وهنعمل الوحده السداسيه وهنعمل فوانيس. فاول حاجه هنبدا بايه؟ عشان احنا دلوقتي جايين على موسم الفوانيس. شايفين المط مع الشفاف؟ بصوا المط مع الشفاف جميل جدا. انا كنت عامله فانوس قبل كده مقارب للفانوس ده، المط مع الشفاف انا شايفه انه غايه في الروعه، الاثنين منطقين بعض، ده كله مط اهو. المط مع الشفاف جميل، المط كوره مدور والشفاف ده سمبوكسه. طيب انا شايفه ان المط مع الشفاف حلو، يعني المط هو الاساس والشفاف هو حاجه فرعيه، ده كله شفاف عامل زي عروسه المولد. شايفين عاطي هيئه عروسه المولد بالظبط بايديها كده. طيب الشفاف مع المط انا عملته ما عجبنيش، وبرده برجع اقول لكم هي اذواق. ادي الشفاف الاساس شفاف والزيادات اللي فيه مط، ولكن احنا ممكن لو غيرنا اللون بتاع المط ده، احنا ممكن نعمله دلوقتي اساسا، لو غيرنا اللون بتاع المط ممكن يبقى حلو، وهي برضو كل واحدة وذوقها. طيب احنا هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كده نخش على طول على الفيديو. انا بشتغل بخيط مقاس 40، خلاص 8 يحتاج خيط 40، وديت حلقة، حلقة الميدالية. الحلقات دي برضو انا ببيعها يا جماعة من ضمن الشغل بتاعي، حلقات والابر ديت، الخيوط، الخرز، بشحن اي حد في اسكندرية عايز، بشحن لبرة طبعا، اي حد في اسكندرية محافظات يعني مش برة برة، اي حد في اسكندرية عاوز برضو خرز انا ممكن على حسب برضو الكمية وعلى حسب المكان ممكن اوصله لغاية البيت برضو مفيش مشاكل. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا بنقي لان انا معايا السمبوكسة ده الاتنين نفس الدرجة ولكنهم مقاسين. سارة اوعي يا حبيبتي من هنا، هاي سوسو اوعي يا حبيبتي. انا حطيت، هحط كام واحدة؟ انا هشتغل خمسة. قالوا اللي قلت هعمل عكسه، هعمل ده، لا سيبيه. حطيت خمس خرزات. بصي ما تشغليش بالك بالالوان، يعني انا هرص الوان، عايزه تعملي زي اعملي، عايزه ترصي الوان زي رصي، مش عايزه مفيش مشاكل حطي العدد وخلاص. يعني انا في البدايه حطيت خمسه وهربط، هتعرفي دلوقتي انا حاطه ليه واحده مختلفه. بسم الله انا بشد الخيط باسناني، بس ما انصحكوش تعملوا كده عشان انا ضرسي اتكسر بالسبب ده وبرده مفيش فايده. يلا اللي فيه عاده ما بيبطلهاش. الحلقه بتاعتي الخيط بتاعي فيه عقده فبعدي كده في الخرزه، بس مجرد اني اشد العقده. بسم الله اهو انا شديتها. طيب بعد كده مطلوب مني اعمل ايه؟ انا حاطه خمسه نفس اللون اللي انا حاطاه ده، اجيب حاجه كده اشتغل عليها عشان تشوفوا. بسم الله هاخد الخرز من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حطيت خمس خرزات اربعة لون وواحدة لون مختلف. طيب يبقى الاربعة اللون دول هحطهم كمان في الناحية التانية. يبقى انا اول واحدة ربطت خمسة وبعد كده هحط اربعة واقفل على واحدة برضو هتديني الخمسة. بسم الله بسم الله، ما خيطي اتعمل معاكي كده اوعي تشديه، هتشدي هتكعبلي الدنيا كلها، سمي الله كده وان شاء الله كل حاجه سهله. انا بشتغل بطريقه الفتله الواحده اللي هي ازاي، انا منزله لها فيديو كامل، بعدي من قلب الدايره
وبرجع في اول واحده تقابلني اللي هي اخر واحده انا حطاها. طيب حته الفتله الزياده دي بتاعه الرابطه انا مش بقصها، بعديها في الخرزه اللي انا لسه معديه فيها دلوقتي. اديني قفلت كده خماسيتين، ادي واحده وادي واحده. انا هو النور منور ولا مظلم ولا انا مش شايفه، ما علينا. طيب بعد كده انا هشتغل على الاثنين دول. ممكن لو عايزه تكبري الفانوس شويه اعملي دول سداسيتين، بس انا عايزه اقتصد في الخرز واخلي الفانوس صغنطوط، فانا هعملها خماسيتين. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنعمل يعتبر عكس ده، هو هو بس هغير الالوان بتاعته. بعد كده هحط ثلاثه، عايزه ترصي الوان زي رصي، يعني انا هحط واحده اللون الفرعي وواحده لون اساسي وواحده لون فرعي كمان اهو. ثلاثه، انا طالعه من دايره اللي هي دي، يبقى هعدي للدايره اللي جنبها اهو، ادي معايا دايرتين يمين وشمال، انا طالعه من دي يبقى هعدي من هنا وهرجع في اول خرزه تقابلني. طيب بعد كده على الواحده اللي في النص دي احط سته، قصدي هقفلها سداسيه، يبقى انا هحط خمسه، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، اهم خمسه هقفل عليها، هعدي من قلب الدايرة وهرجع في كام هنا بقى؟ هرجع في اتنين. ممكن ترجعي تخليكي في واحدة، يعني انا هوريكي طريقة ممكن ان انت عديتي في واحدة احط العدد بتاعي، انا مفروض هقفل هنا، هقفل على الواحدة دي واروح معدية كده للي بعديها، ولكن هنا مش هيبقى الشغل متماسك، فانا بفضل ان انا اعدي في اتنين. اديني عديت في اتنين اهو. طيب المفروض الواحدة اللي انا واقفة عليها دي هقفل كام؟ هقفلها كام؟ طيب وحدي الله كده وانا اقول لك ان شاء الله هنقفلها كام. قولي لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هقفل عليها دايرة خماسية، يبقى انا حطيت اربعة ومعايا واحدة اللي انا واقفة عليها، هعدي تاني كده من تحت لفوق، مش هرجع بالطريقة اللي انا بشتغلها بقى لا خلاص، وهعدي في الواحدة اللي واقفة بالعرض ديت. خلاص انا كده عديت من اتنين واشد. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، نسلك العقدة دي ونيجي طيب عشان ما ضيعش وقت الفيديو. خلاص كده انا عديت، اقرب لكم شوية اهو، انا عديت، انا عديت من دي. طيب نفس اللي انا عاملاه الناحية التانية هكرره هنا تاني، اللي هي واحد اللون الفرعي واتنين اللون الاساسي وواحده تاني اللون الفرعي اهي. تعال نشوف احنا واقفين ازاي اهو. طيب انا مطلوب مني اشتغل على انهي خرزه؟ دي، زي ما انا قفلت على دي بالظبط لازم اقفل على دي، يبقى هعدي فيها وفي اول واحده انا حطاها اهي اللون الفرعي واشد كده. انا طلعت في الفانوس من فوق، خلاص هحط ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاث خرزات، ادي ثلاثه، وهقفل على كام من تحت؟ على ثلاثه، اللي هم انهو هوريكي، واحد اتنين ثلاثه، الاثنين اللون الفرعي، انا مغيره الالوان كمان عشان يبان معاكم اهو. هقفل هعدي، انا بوصل الدايره دي بالدايره دي، الشمال باليمين، بوصل دايره، هعدي من قلب الدايره وارجع في اول واحده تقابلني واشد كويس. بسم الله. طيب كده فاضل لي ايه؟ فاضل توحدي الله، قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص انا كده انا واقفه على اخر حاجه، خلاص مطلوب مني اعمل على ديت، اخليها على الواحده دي انا عايزاها خماسيه، يبقى هحط واحد اتنين لا استني حلقه حلقه، وارجع اقول لكم تاني خدوا بالكم الحلقه دايما فيها حته صغيره مفتوحه وحته مقفوله، خلي المقفوله هي اللي تحت وخلي المفتوحه اللي ماسكه بقيه الحلقه، الحته الصغيره جدا دي ممكن توقع لك تطلع لك الخيط من الميداليه. واحط بقى بعد ما حطيتها اعكس الالوان بتاعتي تاني، يبقى انا حطيت واحد اتنين حلقه واحد اتنين، ادي شكلها، هقفلها على الخرزه اللي فوق دي، هعدي في واحده، ناخدوها كده واحده واحده، انا عديت في واحده بس اهي شديت. طيب انا خلصت كده؟ لا انا عايزه اثبت شغلي، يبقى هعدي في دي كمان وفي الحلقه
اهو انا عديت فيها وفي الحلقه، وانزل في الاثنين دول كمان، لان انا مش هسيب على كده، انا لسه هلضم. عايزه تنزلي في واحده ماشي، في الاثنين مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. الفانوس ده يا جماعه في البيع ان شاء الله ان شاء الله يبقى جميل جدا، ولو انت عملتيه هدايا يعني عادي والله، لو انت عملتيه كده وطول ما انت ماشيه يعني سرور تدخله على قلب مسلم. انتوا عارفين الحديث ده ولا لا؟ يعني اي حد كده، اي حد لوجه الله، يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، ما بالك بقى لما يبقى تبسم وانك تدي اي حد هديه وانت ماشيه. طيب انا خلصت كده، لا انا هعدي من قلب الدايره اللي انا واقفه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل عقده، انا بعمل عقده اهو، الخيط اهو في حته منه، بعدي فيها تاني واشد. بسم الله اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لازم اقفلها في الحته اللي انا واقفه عندها بالظبط، ما تخليش خيطك يهرب منك، اهو في نفس المكان اللي انا واقفه فيه. خلاص انا كده عملت عقده وشديت كده، شغلي متماسك بفضل الله. هعدي واحده كمان، اما تيجي تعدي وما تبقي مش عارفه اكسري الخرزايه كده، مش اكسري الخرزايه لا اتني يعني، عدي في واحده كمان عشان خاطر العقده اللي انا عاملاها ما تبانش خالص. شدي بقى واقطعي. طبعا انا لو حطيته على الميزان مش هيديني وزن اساسا، يعني هو خفيف جدا وسهل بفضل الله، وهيخلص معاكم بسرعه. وان شاء الله نشوفكم في بقيه مجموعه فيديوهات اللي هي بواقي الخرز هنعمل فيها ايه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.